اختراق هذه المقابله للاسود، وعلاش لا الفوز ان شاء الله بهدفين لصفر. تحقق المراد ديالنا، الفرقة ديالنا زوينة والمدرب زوين ونشطنا مع المنتخب ديالنا وربحنا والحمد لله، غنباتونا عسين هانين وبخير الحمد لله، بخير وعلى خير الحمد لله. وحيا الملك، حيا الملك، صفقوا صفقوا، وحيا الملك، وحيا الملك. الحمد لله تأهل مستحق كما كنقولوا، الحمد لله غابت علينا هاد الفرحه هادي من شحال. الحمد لله تأهل مستحق. كنشكروا اللعابه اللي تقاتلوا معانا وكانوا رجال، وكنشكر حتى الجمهور المغربي حتى هويا تاق في اللعابه ديالو وسيبورطاهم، وكنشكر راس لافوكا من هاد المنبر هذا، كاينه اللمسه ديما مغرب. كونك انت كتلعب كره، الشيمه التكتيكيه باش لعب وليد الكباكي اليوم، واش ما كتنتظرش هي نفس الشيمه اللي غيلعب بها في المقابله ديال التمون؟ السلام عليكم. اول حاجه كنبغي نشكر هاد اللعاب على هاد المجهود اللي بذلوا اليوم. صراحه من بدايه المونديال هما كيقدموا واحد الاداء اللي تبارك الله عليهم، حتى المدرب حتى هو بانت اللمسه ديالو. هذه الحاجه اللي صراحه كان شجاع فيها القجع، وصيفط حليلوفيتش وجاب لنا وليد الركراكي اللي تبارك الله عليه قدم مباريات في القمه. اللمسه ديالو كانت واضحه في ثلاثه الماتشات، اللعابه حتى هما كانوا رجال، وكيف المحلي كيف الدولي الدراري كاملين تقاتلوا. وبالنسبه للطاكتيك الركراكي كان كيلعب كل ماتش على حساب الخصم. احسن حاجه دار هي كونتر كرواتيا، كان دار طاكتيك ضد كرواتيا. راك شو كرواتيا بشحال ربحات ولا كيفاش لعبات مع بلجيكا اليوم، يعني كنشوفوا بلي اللعابه تبارك الله عليهم والله يعطيهم الصحه. هادشي اللي كنبغي نقول. رغم الامطار الغزيره فهنيئا للمنتخب المغربي اداء ونتيجه بهذا الفوز هذا. فمره اخرى كنشكر جميع الجماهير المغربيه اللي كانت ند ند ومسانده الفريق الوطني، كونه كان ما منتظرش هاد النتائج اللي حققها في هاد كاس العالم اللي غتخلي. وعلاش لا، احنا عندنا لعابه عالميين يعني بحالهم بحال اي لعاب اللي كيلعب داخل اوروبا. فالمغرب تاكد اليوم بان عنده لعابه في المستوى، وغتكون المفاجاه مع الفريق الوطني المغربي ان شاء الله. فغادي ناخذوا بعض الانسجامات ديال الشارع المغربي. المغرب اليوم كان رائع جدا وانجاز تاريخي، وكنشكروا الجماهير المغربيه اللي حضرت الكثافه. وديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. كما معنا ها هو عدنان يقول هنا هو تسيبو مي ولكن تسيبو مي والعدل في المحرم الامطار فهذا هو المستحيل سبحانه وتعالى. السلام حق ديال المغاربه وشحال هادي ما بقاو فرحونا. اول مره كنفرحوا مزيان وشكرا لهم تبارك الله عليهم، وديما مغرب. اش غنقول لك، بوني كيب تبارك الله ما شاء الله عليهم، نتمنوا لهم الاستمراريه
سميت واخا انا كانوا ناقصين شويه، المهم اش نقول لكم ديما مغرب وعاش عاش الملك. السلام عليكم كيدير؟ المغاربه مزيانين الحمد لله، اللي ما عجبنيش انا هما لعبوا مزيان، الله يعطيهم الصحه، وديما المغرب تنتمناو لهم الخير شي اللي تنتمناو لهم. والحمد لله المغاربه كانوا في المستوى اليوم، يستاهلوا هذا الانتصار اللي انتصروا على كندا بجل واحد، ونتمناو لهم صوره موفقه ان شاء الله في المقابلات الماجيه. وشكرا. ثم النهاية إن شاء الله، علاش لا، كل شيء ممكن، يمكن المغرب يكون عنده حظوظ، نشوفوا الخصم اللي غنتلاقاو معه، أما إسبانيا ولا ألمانيا ولا كوستاريكا وحدة فيهم، ونتمنوا إن شاء الله يكون فوز لصالح للمغرب وطن المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.